مع ارتفاع آذان ظهر 9 من مايو عام 1882 شهد حي المغربلين بالضرب الأحمر مولد الشيخ محمد رفعت محمود رفعت الذي فقد بصره في سن 2. مع الأسف ما شفتش جدي، يعني ما عاشرتهوش، ولكن الحمد لله عندي ذخيرة كبيرة جداً الحكايات وعاش ازاي وكان بيحب ايه وبيكره ايه، من خلال طبعا بابا ومن خلال ناس كتير كانوا مقربين اليه ومحبين ليه. فبقت عندي مجموعة كبيرة جدا من المعلومات عن حياته وثقافته وتعليمه وكان عايش ازاي في بيته. وبزغ نجم الشيخ في السطوع مع تعيينه في سن 15 قارئا للسورة يوم الجمعة بمسجد فاضل فذاع صيته. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سعيا. لم يكتفي الشيخ محمد رفعت بموهبته الصوتية الفذة ومشاعره المرهفة في قراءة القرآن الكريم، بل عمق هذا بدراسة علم القراءات وبعض التفاسير، واهتم بشراء الكتب ودراسة الموسيقى الرقيقة والمقامات الموسيقية. عمل عقد للإذاعة المصرية طول شهر رمضان بمئة جنيه فقط، فهي دي سكة الشيخ رفعت، ما بيجريش ورا مال ولا شهرة. يعني فتحنا لك فتحا مبينا لك الله ما تقدم. انطلقت هذه الآية الكريمة بصوت الشيخ رفعت تملأ الآفاق في 31 من مايو عام 1934 ليعلن بذلك مولد الإذاعة المصرية من دار الأوبرا الملكية. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا كان صوت الشيخ رفعت يغلب عليه الهمس، وطبقته المفضلة هي طبقة القرار. إذاعة لندن كانت يعني شغوفة جدا على أن يكون في أي شيء للشيخ رفعت موجود في الإذاعة بتاعتها، ففعلا أنا عندي عقد للإذاعة البريطانية طلبوا منه أن هو يسجل لهم سورة مريم، كانت من أجمل التسجيلات. يعني أنا عندي تسجيلات كتير لسورة مريم، ولكنها كانت تسجيل رائع ونادر، وهم لحد وقتنا هذا يعني عندهم يعني مبسوطين جدا أو عندهم يعني فخر بالتسجيل دوت. فعلا سجل لهم سورة مريم وبعتوا عن طريق البحر، يعني هو ما راحش، هو سجل هنا في مصر وبعت لهم التسجيل ده عن طريق البحر. عرفت القاهرة لأول مرة نوعا من المقاهي عرفت باسم محمد رفعت. وكان الشيخ رفعت إذا بدأ في التلاوة يتوقف عمال هذه المقاهي عن تلبية طلبات الزبائن حتى ينتهي الشيخ من تلاوته. أليس هو القائل أنا لا أبيع كلام الله؟ وذلك حينما عرض عليه نظام حيدر أباد السفر إلى الهند ليقرأ القرآن في رمضان.
أن ترسل إليه سفينة خاصة تقله مع حاشيته من السويس إلى بومباي، وبأجر 100 جنيه عن كل ليلة يقضيها الشيخ خارج مصر. يحضرني دلوقتي قصة طريفة من القصص اللي كنت بحب أسمعها من بابا، إن هو قد إيه كان الشيخ رفعت كان بيحب قوي يروح الصبح بدري قوي حديقة الحيوان علشان يسمع الأسد وهو بيفطر الصبح، فلأن كان هو يعني الأسد بيتمتع بقرار شديد جدا، وطبعا الشيخ رفعت القرار عنده كان قوي جدا وكان يعني إعجاز، فهو كان بيستمد سماعه لقرار الأسد وهو بيفطر الصبح، فده كان بيسعده قوي لما كان بيسمع صوت زئير الأسد وقراره القوي اللي هو برضو زي قرار الشيخ رفعت. إنه الشيخ يتجسد أمامنا الآن بحسه المرهف ومواقفه الإنسانية، ويذهب إلى أحد أصدقائه المرضى في لحظاته الأخيرة، وعند انصرافه يمسك صديقه بيده ويضعها على كتف صغيرته ويقول له: إني أخشى على هذه اليتيمة. فيتأثر الشيخ كثيرا، وفي اليوم التالي يرتفع صوته بالبكاء وتنهمر الدموع من عينيه عند تلاوتي: فأما اليتيم فلا تقهر. حياة وتاريخ الشيخ كالبحر المليء بالدرر والكنوز التي تحتاج إلى البحث الدقيق للكشف عنها. إنه عام 1939، إنه الملك فاروق يسأل بنفسه عما إذا كان الشيخ سيذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، أم أن المرض سيحيل بينه وبين الذهاب. أصيب الشيخ رفعت في عام 1943 بمرض سرطان الحنجرة، ولم يكن يملك تكاليف العلاج، وعلى الرغم من ذلك اعتذر عن قبول أي مدد أو عون. وغربت شمس الشيخ وفاضت روحه الكريمة إلى خالقها في 9 مايو عام 1950 عن عمر يناهز 68. أيها العالم، لقد فقدنا مزمارا من مزامير آل داود. بهذا سننعاه اليوم كما نعته الإذاعة المصرية عند وفاته إلى المستمعين بقولها: أيها المسلمون، فقدنا اليوم علما من أعلام الإسلام. إنه من تلا القرآن الكريم حق تلاوته واستجاب لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر. كنت أتمنى أقابل الشيخ رفعت وأحس بحنانه وبعطفه وأعيش معاه ولو لحظات.